إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. أعزائي المشاهدين، نتواجد هذا المساء في زواج الشاب الجميل أنور الصالح. بداية أنور، نبارك لك هذا الزواج. الله يطول بعمرك أخوي ويبارك فيك إن شاء الله يا ربي، يطول بعمرك وأشكرك عزيزي. أنور، إذا حابين نأخذ منك رسالة للوالد بهذه المناسبة. الله يطول بعمرك، والله يعجز اللسان يعني أنه مهما أقول ما وفي في حق الوالد، لكن اللي أقوله الله يطول بعمره إن شاء الله لنا ويخليه ذخر وتاج على رأسنا إن شاء الله يا ربي. اللهم أمين. أنور، أيضا لو نأخذ منك رسالة للحضور، ما شاء الله العدد كبير جدا، رسالة لكل من حضر زواج أنور. الله يطول بعمرك، أولا أشكر كل الحضور اللي حضروا عندي في ليلة زواجي، من جد يعني يعجز اللسان عن شكرهم، ومهما أقول ما راح أوفي شكر لهم ولا راح أوفي حقهم، وإن شاء الله أن الله يقدرني أني أزورهم في أفراحهم إن شاء الله، وديم عليهم الأفراح والمسرات، ويعجز اللسان جدا 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 عن شكرهم يعني. أنور، أيضا إذا نأخذ منك رسالة لزوجة المستقبل، ممكن أنها تشوف هذا المقطع تستعيده بعد سنة وبعد سنتين، تذكر كلمات أنور في يوم الزواج. يبشر إن شاء الله. أولا الحمد لله رب العالمين، الله رزقني البنت اللي تمنيتها طول حياتي، الله يخليها لي ويهنيني فيها ويهنيها فيني إن شاء الله يا ربي، ويدوم بيننا السعادة والفرح إن شاء الله، وتدوم العشرة بيننا طول العمر إن شاء الله، ويخليها لي. اللهم أمين، وتدوم الأفراح. ألف 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 مبروك أخوي أنور. الله يطول بعمرك ويسلمك ويبارك فيك عزيزي. أشكرك أشكرك، الله يعطيك لك، حياك الله أخوي، تسلم. أعزائي المشاهدين، نواصل التغطية في زواج الشاب أنور الصالح. نستضيف في هذه اللحظات أبو أنور. بداية نبارك لكم هذا الزواج. الله يبارك فيك أبو أنور. لو حابين نأخذ منك رسالة أو كلمة لأنور بهذه المناسبة. مبروك مبروك، ألف مبروك، وأتمنى له حياة سعيدة، منها المال ومنها البنون. منا لكم التوفيق وأنور وعقبال إن شاء الله، ما تزوج أمير وباقي العيال إن شاء الله. الله خير ولا قصر. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، نواصل التغطية في زواج الشاب أنور الصالح. نستضيف الجد. بداية نبارك لكم هذا الزواج. الله يبارك فيك ويطول عمرك ويخليك إن شاء الله، الله ما جال حركة المباركة إن شاء الله. جدي، بغيت لو نأخذ منك رسالة الأنور بهذه المناسبة. رسالتي أتمنى لهم إن شاء الله الصحة والعافية والتوفيق والفرح والبنين إن شاء الله، الله يوفقهم. فرق واجد، إيش أقول لك؟ أول طال عمرك ما هني هالصلاة ولا هني هالعفسة اللي صار وهالخسائر، أول في البيوت تزوج في البيت، ما في لا صالة ولا شيء. أنا واحد زوجت عيالي في بيت شعر قدام البيت مالي، فهمت علي؟ وجبنا حضروا الجماعة وجاوا هذا اللي يسوون الجلوات، إي والله تم من العرس وانتهى بس. وأما الحين لا، الحين طالع شوف في فرق واجد بينك وبين أول. الصالة حق النساء فوق السطح على البيت من فوق، هالحين ما يرضون. جب صالة بعشرين خمسة وعشرين ألف، فهمت علي؟ واجد فرق.
الله يبارك لكم جدي، ان شاء الله عقبال ما يتزوجون باقي الاحفاد باذن الله، واول الاحفاد ان شاء الله امير قريبا، وعدنا هو انه قريب زواج ان شاء الله. ان شاء الله دلقنا يا كنت تزوجت الحمد لله الله البركه جدي. الله يبارك حياتك ويسلمك. نستضيف هذه اللحظات اخو العريس امير، بدايه نبارك لكم هذا الزواج. الله يبارك فيكم، شرفتونا ونورتونا وما قصرتم، وجودكم ويانا ووقفتكم الطيبه كريمه، ونغدر لكم وان شاء الله ما نجيكم الا في الافراح. عطنا رساله لانور بهذه المناسبه. اخوي اتمنى له التوفيق بزواجه المبارك، وان شاء الله نشوف عياله ونزوجهم ونزوج اخواني الباقيين وانا من قبلهم بعد. انور خلاص سبقك الحين والدور عليك، متى الزواج امير؟ والله عن غريب عاجل، غريب عاجل ان شاء الله باذن الله. اول مدعوين ها باذن الله متواجدين ان شاء الله، والله يتمم لكم على خير ويبارك لكم، وعقبال ما تزوجون باقي الشباب ان شاء الله. باذن الله باذن الله باذن الله ما نجيكم الا بالافراح ان شاء الله. اللهم امين. شكرا صديق العائله عبد العزيز النزي، بدايه نبارك لك زواج انور، ورساله تحب توجهها لانور بهذه المناسبه. نعم، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقه انا اشكركم على المجهود هذا اللي عملتوه بهذه المناسبه السعيده، واحب اقول حق اخوي انور ابو صالح الف مبروك، وان شاء الله الله يتمم له على خير، والفاله ان شاء الله، وحق كل العزوبيه نعم اخوانا كلهم باذن الله يا رب. لا ونشكر لك حضورك معنا في شبكه الفارس. شكرا لك جزيلا. شكرا شكرا. في هذه اللحظات الاستاذ احمد الشامسي ابو جاسم، بدايه نبارك لكم هذا الزواج، ورساله تحب توجهها لانور بهذه المناسبه. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء نبارك للشاب ابننا انور الصالح، ونبارك لأسرة الصالح عامته، وندعي له بالتوفيق وأن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في مشواره في هذه الحياة. حقيقة الزواج هو تكملة قصة الدين، واللي يستطيع الزواج يبادر بالزواج، لأن الزواج ستر إلى وستر لنفسه عن الانحراف في أمور أخرى. مبروك الزواج وعقبال تدوم لكم الأفراح بجاسم. الله يسلمكم ويبارك فيكم، ونحن نشكركم على هذه التغطية الجميلة وما قصرتوا، ويعطيكم العافية إن شاء الله. شكرا بجاسم. الله يسلمكم ويبارك فيكم، حياكم الله. في هذه اللحظات عبد الله يحيى، بداية رسالة تحب توجهها الأنور بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للأخ أنور وبالرفاه والبنين إن شاء الله، والله إن شاء الله يوفقه في الدنيا وآخرته إن شاء الله. مشكورين يا اخوان باذن الله. الله يعطيك العافيه، ونشكر لك ظهورك معنا في شبكه الفارس. لا الله يعافيكم، مشكورين انتم اكثر ما شاء الله، مغطين الزواج من البدايه ان شاء الله الى النهايه ما تقصرون. قول عقبالك ولا انت؟ لا انا خلاص الحين ان شاء الله وعيالي ان شاء الله. طيب الثانيه؟ الثانيه والله انا اقول ما ياخذ زوجتين الا واحد يقدر عليهم، انا اخاف. يعطيك العافية، وعقبال ما تزوج العيال إن شاء الله. الله يسلمك، وعندنا مثل يقول من خاف سلم. اي وانا اخاف بعد. الله يعطيك العافية والف مبروك. الله يبارك في حسناتك. شكرا ومشكورين، اشكرها الطاقم الشباب اللي شقالين، وان شاء الله عقبال في زواجهم اذا هم ما تزوجوا وانت وياهم. نستضيف احد الحضور في هذا الزواج، اولا نبارك لكم هذا الزواج اخوي محمد الموسى، ورساله تحب توجهها الخالق انور في هذه المناسبه. بالتوفيق والنجاح له، ومنه المال ومنه العيال. الف مبروك. الله يبارك فيك. في هذه اللحظات نستضيف عم انور، بدايه نبارك لكم هذا الزواج. الله يبارك بعمرك وطول عمرك. بس اذا حبينا ناخذ منك رساله لانور بهذه المناسبه. والله رسالتي حق انور ان الزواج استقرار ويراعي شرع الله، فهم، ويكون محترم مع الزوجه، والانسان اللي تزوج مو كل يوم بيتزوج وبيطلق، يكون شريك حياته للابد يعني. باذن الله، ونتمنى لكم كل التوفيق وحركه مباركه. الله يبارك فيك ويسلمك الطيب. صديق في هذه اللحظات العم عايش صالح، بدايه نبارك لكم هذا الزواج. الله يبارك فيك. إذا حابين ناخذ منك رسالة لأنور بهذه المناسبة. لا لأنور ندعي له بالخير يا رب العالمين، بالذرية الصالحة إن شاء الله. أيضا لو حابين أيضا ناخذ منك رسالة أو نصيحة للشباب، الشباب تشجعهم للزواج. والله ننصح الشباب طبعا، الزواج نعمة تكملة الدين، والزواج نعمة من رب العالمين.
ونشجع أي واحد من الشباب على طول. اليوم الزواج هو في كل شيء يعني، الراحة البال والاستقرار والأمان، وما شاء الله يعني عندنا احنا بنعمل الجماعي يعني بيزوجون بالعشرين بالخمسة وعشرين، ونشجعهم من الناس اللي احنا نحاول نساعدهم يعني على طول. عندنا في الغرية نعمل اثنين يعني زواجين، ودائما نوقف مع الشباب. نستضيف احد الشخصيات المبدع المتألقة، المصور المتألق علي الحاجي. بداية نرحب بظهورك معنا في شبكة الفارس الإعلامية، ورسالة تحب توجهها لأنور بهذه المناسبة. حبيبي شكرا لك وألف مبروك الأخ والعزيز على قلبنا أنور. بصراحة الفرحة والعنوة تستاهل جيتنا له، أكثر من مجرد أخ، يستاهل ألف مبروك، والله يهنيه والله يرزق الذرية الصالحة إن شاء الله، وأقبل ما نشوف عياله إن شاء الله جايبهم لنا الملعب زي كل سنة. هذه اللحظات نستضيف شخصية رياضية، شخصية جميلة من عائلة رياضية، عائلة البسعيد، عقيل البسعيد. بداية رحب بتواجدك معنا في شبكة الفارس الإعلامية، ونبارك الأنور، ورسالة تحب توجهها الأنور. حبيبي الله يحييكم إن شاء الله ويعطيكم العافية على حضوركم وياتكم وتغطيتكم حق الزواج، الله يعطيكم العافية. وحبينا والله نبارك حق أخونا أنور، أنور حبيب وأخو قبل لا يكون صديق، أخو عزيز وغالي. أي والله العظيم ويشهد الله له مواقف مع العائلة أبد، يعني الرجال ما قصر معنا، بيض الله وجهه والله يعطيه العافية هو وإخوانه. صديق هذه اللحظات أستاذ إبراهيم السويل، بداية نبارك لك زواج صديقكم أنور، ورسالة تحب توجهها له بهذه المناسبة. الله يبارك بعمرك الأخ أنور، صديق قديم، وهذه اللحظة كنا ننتظرها من زمان، أنه يدخل عش الزوجية ويقفل باب العزوبية كما يقال. أتوقع يعني أتمنى للأخ أنور زواج سعيد، وإن شاء الله يعني يتمتع بحياة زوجية، ونشوف إن شاء الله أولاده في القريب. الرجل يستاهل كثير، ملك الناس بطيبته بأخلاقه، فأتمنى له السعادة مثل ما هو يحاول يسعد الآخرين بكل ما أوتي من قوة. وهذا ما هو يعني كلام نقوله يعني مجاملة، كان حقيقة الرجل هي ما نقول. لذلك كنا اليوم حضور في هذا الزواج كي نكون حوله من أحبابه ومن أصحابه، يعني كمشاركة وواجبة علينا في للرجل عزيز مثل الأخ أنور. قال يا أنور ألف مبروك، والله يرزقك بالذرية الصالحة.